مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرتها الصحف المحلية والعربية والدولية. وكانت رويترز تنشر تقريرا يقول إن مصر تكثف الأمن على حدودها مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي من رفح. والجزيرة نت تعرض بيانا للرئاسة المصرية ترد فيه على جو بايدن بشأن رفض السيسي فتح معبر رفح. أما صحيفة يدعو أحرنوت العبرية فقد كشفت عن شهادة صادمة لطبيب عسكري إسرائيلي حول الانتهاكات في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. البداية من وكالة رويترز والتي نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين. وبحسب المصدرين فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة. وتشير وكالة رويترز إلى إقامة مصر جدارا حدوديا خرسانيا تمتد أسسه في الأرض 6 أمتار وتعلوه أسلاك شائكة، كما أقامت بحسب المصادر حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية. وأفادت الهيئة المصرية للاستعلامات بأن هذه التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها جاءت ردا على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر. وبحسب رويترز وصفت الهيئة المصرية الاتهامات بالتهريب بأكاذيب تستهدف تغطية رغبة إسرائيل في احتلال المنطقة الحدودية العازلة المعروفة باسم فيلادلفيا. وأفادت الوكالة بأن مصر وضعت معارضتها لتهجير الفلسطينيين من غزة ضمن إطار الرفض العربي الأوسع لأي تكرار لما يعرف باسم النكبة التي حدثت عام 1948. عربي 21 تسلط الضوء على تقارير أممية تؤكد أن 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون سيقانهم بشكل يومي جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أكثر من 3 أشهر. ونقل الموقع عن رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون قولها إنه لا يوجد اليوم أي طفل بقطاع غزة خال من الخوف والألم والجوع. وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة بحسب الموقع بأن معظم العمليات الجراحية التي خضع لها الأطفال في غزة تم إجراؤها دون تخدير، مشيرة إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها المنظومة الصحية في قطاع غزة. ونقل عربي 21 عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قولها إن الأطفال في غزة يواجهون تهديدا ثلاثيا قاتلا يتمثل بزيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وفي ذات السياق قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا يوما بعد آخر. وبحسب الموقع أوضحت راسل أن الوكالة تعمل على توفير المساعدات المنقذة للحياة للأطفال في غزة، مشددة على الحاجة الماسة إلى ضمان الوصول الأفضل والأكثر أمانا للمساعدات من أجل إنقاذ حياة الأطفال. وأكدت راسل في حديثها أن مستقبل آلاف الأطفال في غزة على المحك ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجا. ترجم موقع العرب الجديد تقريرا نشره موقع ولاه العبري أفاد بأن إسرائيل رفضت معظم مطالب حماس التي شملها رد الحركة على الصفقة المقترحة. أوضح الموقع العبري أن إسرائيل أرسلت إلى مصر وقطر ردها الذي يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقفا مؤقتا للحرب. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يسمه قوله إن إسرائيل رفضت جزءا كبيرا من مطالب حماس لكنها أبدت استعدادا للدخول في مفاوضات على أساس المقترح الأصلي الذي صيغ في باريس في الآونة الأخيرة.
وأوضحت إسرائيل للوسطاء أنها غير مستعدة في إطار الصفقة لمناقشة طلب حماس إنهاء الحصار على قطاع غزة. وشددت إسرائيل أمام الوسطاء على أن آلية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين التي وضعتها حماس في ردها ليست مقبولة. وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للموقع أن إسرائيل أوضحت للوسطاء أنه بخلاف طلب حماس فإنها لن توافق في المرحلة الأولى من الصفقة على سحب جيشها من الممر الذي شكلته جنوب مدينة غزة والذي يقسم القطاع إلى جزئين، كما لن توافق على عودة السكان إلى شمال القطاع، لكنها مستعدة لبحث إخراج القوات من وسط مدن القطاع. نشرت الجزيرة نت بيان للرئاسة المصرية قالت فيه إن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط. وجاء بيان الرئاسة المصرية ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس المصري لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية. ولفت موقع الجزيرة نت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد كشف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه حسب قوله. إلا أن بيان الرئاسة المصرية قال إن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل حال دون إدخال المساعدات، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور. وأوضح البيان الذي نقلته الجزيرة نت بأن مصر قامت بإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع. وأكد البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية شهادة صادمة لطبيب عسكري إسرائيلي كشف عن الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وبحسب مقال نشره ناحوم برنياع، فقد تضمنت شهادة الطبيب العسكري الإسرائيلي إعدام أسرى وأعمال نهب وتخريب وإضرام النار بمنازل الفلسطينيين. وبحسب المقال، كشف الطبيب الإسرائيلي بأن عمليات النهب أصبحت ممنهجة تقريبا حسب ما شهده خلال فترة تواجده في غزة. وقال بأن الأمر يبدأ بمصادرة كميات كبيرة من الفرش ومواقد الغاز واسطوانات الغاز من المنازل المحتلة، ثم يتبعه أخذ الهدايا التذكارية الصغيرة مثل الطاولات وألعاب صغيرة للأطفال. وروى الطبيب العسكري في شهادته بحسب المقال إعدام أسير، وقال بأنه تم القبض على مقاتل من حماس وكان يعاني من كسور في أطرافه، وبعد لحظة من استجوابه من قبل محقق أسرى وصل مقاتل احتياط وقام بإعدام الأسير، مشيرا إلى أنه تمت التغطية على عملية الإعدام تلك. وعن تلك الممارسات قال الطبيب: شعرت بالخجل وفي مرحلة ما توقفت عن التعليق لأنه كان ينظر إلي على أنني مثير للمشاكل. مشاهدينا، في ختام السلطة الرابعة أودعكم وأترككم مع هذا الكاريكاتير، دمتم بخير.